وحول مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، نتناقش مع الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، ينضم إلينا هاتفيا. بعد التحية لك، يعني لو نتحدث بداية حول هذا الملف والذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولويات هذه الحكومة الحالية، نتحدث عن مبادرة تستهدف بناء الإنسان من عمر 0 لـ6 أعوام. هو في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. احنا لو شفنا من تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة هو بناء الشخصية المصرية والعمل على رفع كفاءة المواطنين المصريين ورفع والعمل على إعادة بناء الشخصية. إعادة بناء الشخصية المصرية أيضا بيتطلب المزيد من تضافر الجهود بين العديد من الجهات، وزارة التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة وخلافه. طبعا أهم نقطة في هذه إعادة البناء اللي هي سن الأطفال الصغار حتى 6 سنوات، لأن هي دي الفترة اللي بيتم فيها تشكيل وعي الطفل، أو أيضا الاهتمام بالمهارات الشخصية اللي موجودة عند الطفل المصري من خلال طبعا تقديم له كل الخدمات الممكنة للخروج بأهم النشاطات أو أهم المهارات المتواجدة عنده، من خلال طبعا تنمية كل هذه المهارات، بجانب أيضا الاهتمام بالأسرة، الأب والأم، والأم وهي حتى في مرحلة الحمل ثم مرحلة الولادة، وتقديم لها كافة الخدمات الممكنة من أجل أن يبقى فيه طفل نقدر أن احنا نقول عليه طفل ذكي قادر على أنه يبقى بعد كده نهتم أو الدولة تهتم به من أجل خروج كل المهارات اللي موجودة عنده ويتم بناؤه بشكل سليم داخل الدولة المصرية. هذه المبادرة من أهم المبادرات، البداية من الطفل، لأن في أي دولة من دول العالم الاهتمام بيبقى أهم شيء بالطفل، وتقديم له كافة الخدمات الممكنة وتقديم له كافة الإمكانيات اللي موجودة داخل الدولة، لأن من المعروف أنه هو المرحلة حتى 6 سنوات دي أهم مرحلة في تشكيل شخصية الطفل وأيضا في تشكيل وعي الطفل. والاهتمام أيضا بيكون في بالحضانات اللي بيروح فيها الطفل، والاهتمام أيضا بالمعلمين اللي بيبقوا في التعليم ما قبل الأساسي، وأعطائهم دورات ودراسات مهمة جدا للاهتمام بالطفل وتنمية الوعي وتشكيل الوعي عند الطفل. طيب أستاذ جميل، يعني بدأنا نلاحظ مع تشكيل هذه الحكومة الجديدة والتزامها بالخطة يعني طرحتها لاستكمال الإنجازات المحققة، لاحظنا أنه هناك تشارك وتعاون بين مختلف الوزارات. يعني إذا تحدثنا عن هذا المشروع وهذه المبادرة، نرى أن يعني هناك تعاون بين وزارات الصحة والتضامن والتربية والتعليم، وأيضا الشباب والرياضة والثقافة. كيف يعزز هذا التعاون ويحقق إنجازات كبيرة في هذا المشروع؟ هو بالتأكيد بناء الشخصية المصرية أو بناء الإنسان المصري ده بيتطلب تضافر جهود العديد من الوزارات، لأن كل وزارة من هذه الوزارات تمتلك جزئية معينة يجب أن يتم دمجها مع باقي الوزارات للخروج بهذا الشخص المصري اللي يبقى على وعي وعلى دراية وعلى فهم لكافة الأمور. طبعا تضافر الجهود، يعني مثلا وزارة الصحة بتقدم خدمات مهمة جدا للأطفال الصغار اللي هم من سن 0 لـ6 سنوات، الاهتمام بيهم من التطعيم، تقديم لهم كل الإمكانيات المتاحة. وزارة التربية والتعليم اللي هو ما قبل التعليم الأساسي، تأهيل المدرسين وتدريبهم للعمل على
وضع البنية الأساسية للتعليم عند الطفل المصري وتوسيع مداركه بشكل كبير جدا، ان هو يقدر يستوعب التطوير والتحديث اللي حاصل في العالم، وأيضا الاستيعاب كل ما يحدث في مجاله مثلا او في سنه في الوقت الحالي، وتأهيله بشكل سليم لبداية التعليم الأساسي. وزارة الشباب والرياضة الاهتمام ايضا بالطفل في مراكز الشباب او في الأندية، لان برضو في هذا السن بيتم اختيار الطفل الرياضي انه يلعب مهارة معينة او يلعب رياضة معينة تؤثر على شخصيته، وتؤثر ايضا ويستفيد منها الطفل ويستفيد منها الدولة ايضا بالعديد من الرياضات الممكنة، وتنمية ايضا نفسي تأهيله نفسيا وتأهيله بدنيا بشكل كبير، لان الرياضة دي شيء مهم جدا في تشكيل الوعي وتشكيل الجسم السليم للطفل. النقطة الثانية مثلا وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم خدماتها للأسر اللي هي أسرة الطفل، وتقديم لهم كل الخدمات الممكنة والعمل على تسهيل كل الإجراءات الممكنة ليهم. إذن في التضافر، هذا التضافر كل ده شيء مهم جدا من أجل نجاح المبادرة، من أجل بناء وعي جديد للأطفال المصريين، من أجل أيضا نجاح هذه المبادرة بشكل كبير. إلى أي مدى بترى حضرتك أستاذ جميل أنه هذا يعني يحقق تطوير للقدرات الذهنية والجسدية والنفسية أيضا، والتي تنعكس على الإنسان في جميع مراحله العمرية؟ هو طبعا التشكيل الوعي لدى الطفل ده شيء في غاية الأهمية، وهذا الطفل في هذه المرحلة وفي هذا السن هو بيسير عليه طول عمره، هي دي اللبنة الأساسية اللي بيتم البناء عليها لطول العمر، من خلال الثقافة، من خلال الدين، من خلال الرياضة، من خلال كل شيء. يعني مع الطفل الصغير عندما يتم زرع فيه كل القيم والمبادئ هي اللي بتستمر معاه لغاية لما بيكبر. فأعتقد أن دي يعني مبادرة مهمة جدا بالأطفال، لأن هي السن اللي بيتم فيها تشكيل الوعي للطفل. تشكيل الوعي للطفل ده هو ده اللي بيستمر عليه طول عمره، وهو ده اللي بينجح عملية بناء الإنسان المصري وبناء الشخصية المصرية بشكل كبير، وزيادة الوعي في المستقبل لكل الأطفال، وهيبقوا بعد كده شباب ثم يتولوا مناصب، لكن البنية الأساسية لهم مزروعة بشكل صحيح ومزروعة بشكل سليم. إذن الإفادة بعد كده هتكون على المواطن، الإفادة هتكون على الأسرة المصرية أيضا، والإفادة بعد كده هتبقى للدولة مستقبلا إن شاء الله. وهذا ربما سؤالي هختم به مع حضرتك أستاذ جميل، يعني إلى أي مدى بتنعكس مثل هذه المبادرات على بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وأيضا يعني لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة والتنمية المستدامة؟ هو بالتأكيد أن برنامج التنمية الشاملة للحكومة 2030 ده من أهم البرامج. أهم جزئية فيه هو بناء الشخصية المصرية. بناء الشخصية المصرية ده يتطلب مجهود كبير ويتطلب تضافر كبير من جهات عديدة، زي ما قلنا لحضرتك هناك للأسف شديد في اختراقات شديدة للأطفال من خلال الإنترنت ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كلها بتؤثر على أيضا إدراك الطفل. لما يبقى في بنية أساسية سليمة حقيقية، يبقى قادر الطفل على معرفة الصح من الغلط، معرفة أن هذه الأشياء لا يمكن أن أنت تتعامل معها أو أنك تتجنبها. إذن برضو إعادة بناء الشخصية وزيادة الوعي عند الطفل ده شيء مهم جدا. طبعا بناء الشخصية نحن في مرحلة مهمة جدا مهمة، هذه المرحلة المهمة هو إعادة بناء الدولة المصرية، وعملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية تتطلب جيل جديد واعي قادر على
مواجهة كل التحديات وكل الأزمات. وأيضا على الجانب الآخر هناك أيضا الإقليم كله مضطرب بشكل كبير، فيجب أن يكون أيضا الشاب والمواطن المصري على وعي وعلى إدراك بما يحدث والتهديدات والمخاطر اللي بتواجه الدولة المصرية وكيفية تعامل المواطنين مع هذه التهديدات في ظل حروب الجيل الرابع وفي ظل كثرة الشائعات وخلافه. إذا بناء الشخصية المصرية بالوعي المصري الحقيقي بالولاء والانتماء للدولة المصرية ده لا يتأتى إلا من خلال المبادرات ومن خلال تضافر كل جهود الوزارات بشكل سليم. وهذه المبادرة اللي هي بتهتم بالنشأ بشكل كبير دي من أهم المبادرات اللي تمت خلال المرحلة الماضية لمواجهة العديد من التحديات في المستقبل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على كل هذا النقاش.